أحمدك دوما ولسعادتي منهاج. أما بالنسبة لسؤالي ما يتعلق بها الصلوات التي كانت عليها تركتها عنادا، فما الواجب عليها؟ الذي أرى والله أعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة متعمدا ومتتابع على ذلك أنه لا يجب عليه القضاء، لأنه كافر بنص الدليل. بين 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 الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، توبته في ذلك يستأنف، توبته في ذلك يستأنف ويستغفر ويتوب مما مضى منه، ثم يأتي بالأمر الذي وجب عليه في حاله وما يستقبل من أمره، لأن ذنبه أعظم من أن يتاب إليه. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء كبرجة بن تيمية، وكذلك أيضا ذهب إليه جماعة من الفقهاء من السلف، لا أعلم أحد من الصحابة ولا كذلك أيضا أحد من التابعين، أنهم تكلموا على مسألة القضاء، القضاء لمن ترك الصلاة متعمدا، وإنما القضاء هو لمن تركها حتى خرج وقتها، حتى خرج وقتها إما ناسيا وإما نائما، وإما تركها الإنسان مشغولا مكرها على مثل هذا الأمر، فهذا أمر آخر. السلف كانوا وكذلك أيضا أئمة الإسلام لا يتخيلون أحد يترك الصلاة، ولهذا وليد العراقي في كتاب طرح التثريب في المقدمة ذكر أنه يقول أما ترك الصلاة إن وجد، يعني أنه لا يمكن أن يترك الإنسان الصلاة متعمدا، لا يتصور هذا الأمر، لكن مع تقادمي العهد وضعف ورقة الدين كثر في الناس هذا، عفانا الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. بالنسبة لمن تركها لغير عناد، للتكاسل، للإهمال، يعلم أنها واجبة كذا لكن تركها لغير عناد، هل هو الحكم في هذا واحد؟ إذا ترك الإنسان الصلاة متعمدا، سواء كان معاندا لغيره أو كان في ذاته مثلا منشغلا بلهو، كالذي مثلا منشغل مثلا برياضة ومنشغل مثلا بلهو من التلفاز وغير ذلك وترك متعمدا، حكمه حكم المعاند الذي مستحضر الدليل ومستحضر الوقت ويرى الساعة وأنه سينتهي، هذا يشتركان في التعمد في هذا الأمر ويشتركان في الإثم.